يواجه سهرة اليوم اتحاد الجزائر مضيفه الجيش الملكي المغربي في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. النادي الجزائري يملك أفضلية كبيرة لبلوغ المربع الذهبي بعد حسمه مواجهة الذهاب التي جرت بملعب 5 جويليا الأولمبي بثنائية نظيفة، ما يعزز حظوظه في التأهل إلى نصف النهائي. يذكر أن ممثل الجزائر في حال تأهله سيواجه المتأهل من مواجهة النادي المونستيري التونسي وأسيك ميموزا الإيفواري. تحضير تاع مباراة تاع كرة قدم تتحضر عادية. دركا لو بليس اللي يجيبو أو سكسوا الجمهور أو اللاعبين أو أطراف اللي يكونوا، إحنا دايرين المباراة 50-50%. يا هل ترى يعني الفريق اللي ربح 2-0 يخاف، والفريق اللي خسر 2-0 راح تسمى ينزل عليه الوحي؟ فهمتني؟ راه كاين لوجيك في كرة القدم، ما تلعب والو. وانا نعرف كيفاش خوتنا هنا الجمهور وكيفاش راح تكون الاجواء، وانا نعرف داكشي. نوصلوا اللاعبين ديالي وحنا موالفين بلي ماتش هادو.